اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، فقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر سورة الزلزلة في الركعتين، وهذه سنة. وعشان بس ما تستغربون أني كررت السورتين أو سورة الزلزلة في الركعتين، وهذا أيضا من السنن المتروكة أو المنسية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، الله يرضى. يا شباب احنا ريالتي بسيط بعد الحلقه في الستيج ريالتي. نشكر الشباب اللي قد اعطونا اوكي، واللي يمدي الله يحييه، ما يمدي الله يحييه. والله ريالتي عادي، لا تهمل، ما ادري.